لقد نظمت الجمعية خلال المأمورية المصطرمة العديد من الأنشطة والحملات والمخيمات في العاصمة نواكشوط وعدد من عواصم ومدن الداخل، كانت شاهدة على قدرة الجمعية على الاستمرار في أداء رسالتها النبيلة برغم العوائق والتحديات، وبقائها مثابة للجيل الشبابي المستقيم في تصوره وسلوكه، المؤمن بقضايا أمته ووطنه، الحريص على تحمل المسؤولية في البناء والعمل. فقد تمكنت الجمعية بفضل الله خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تنظيم عدد من المخيمات الشبابية ومرتقيات البناء الثقافي، وتسيير قافلة ثقافية جابت عددا من عواصم ومدن الولايات الداخلية، كما نظمت حملات وأنشطة طوعية للتبرع بالدم وغير ذلك، وبطولات رياضية في كرة القدم. وفي أشهر رمضان الماضية نظمت الجمعية إفطارات شبابية في مقرها المركزي وعددا من مقرات فروعها المنتشرة في العاصمة ومدن الداخل، كما حرصت على تنظيم مسابقات قرآنية شارك فيها عدد كبير من طلاب المحاضر والمعاهد الشرعية. هذا إضافة لمرتقى ضم فروع العاصمة نواكشوط واستمرار النشاط الأسبوعي في المقر المركزي الذي يحمل عنوان رسائل، مع عشرات الأنشطة الثقافية والتكوينية التي تميزت بالتنوع والنوعية.